إذا ينعقد الحوار اليوم دكتور زياد رئيس سلام بحسب ما أبلغت مصادر النهار بصدد إطلاق صرخة باجتماع الحوار يدعو فيه القادة لتحمل مسؤوليات حيال الكارثة البيئية والصحية والاقتصادية التي واجهها لبنان، والمحك سيكون بصدور بيان عن المتحاورين يدعم انعقاد مجلس الوزراء فورا لاتخاذ القرارات المطلوبة. المعلوم أنه عدة أقطاب رح يكونوا متغيبين، منهم رئيس السنيورة يلي رح يكون النائب عاطف مجدليني مثله، وقال أنه الاهتمام رح يتركز على ما يدلي به الرئيس بري عن مواصفات شخصية الرئيس الجديد للجمهورية. دوران بحلقة مفرغة؟ نحن دوران بحلقة مفرغة لأنه سلطة الأمر الواقع اللي هو بيمثلها حزب الله حدد مين هي، ليش مواصفات، حدد الاسم. نحن ميشيل عون يا هو رئيس جمهورية ما في رئيس جمهورية، يعني حسن نصر الله قال، نعيم قاسم قال، ومحمد راعد قال، كلهم وهددوا انه يا هيدا بده يكون رئيس جمهورية ما حيكون في رئيس جمهورية. مثل ما الاخرين بيفرضوا من يريدون، لماذا لا يستطيع المسيحيون فرض من يريدون؟ هيدا ينزلوا يعني ما في قصة فرض، في قصة نحن عندنا ديمقراطية موجودة، ينزلوا على المجلس النيابي وينتخبوا اللي بدهم اياه، مين ما يجي يجي، ولكن مش انت قبل ما يصير في انت بدك تفرضه، نفرض فلان. هل انت مع من يقول انه حزب الله حقيقة لا يريد العماد عون رئيسا؟ هي بين الكواليس تم بعد تداول يعني بعض يعني التحليلات السياسية انه حزب الله يساهم ولكنه لا يريد، يلعب عليه، يلعب على ورقة الجنرال عون ولكنه لا يريده، لأنه بنهاية المطاف لا يريد أن يكون هناك كيان للدولة اللبنانية. ولكن يعني مرة نحن حكينا انه طب يا جماعة 14 آذار قبلوا شوفوا شو حكيوا، قال يا عم طب ما نحن عم ننزل على المجلس النيابي، هند اللي ما عم بيأمنوا النصاب ينزلوا، اذا طلع هون اهلا وسهلا فيه، اذا طلع غير هون كمان اهلا وسهلا فيه، بس ينزلوا يأمنوا النصاب، ما في فيتو من قوى 14 اذار، ما في فيتو على حدا، ينزلوا يعملوا. العونيون يقولون انه ما يكون في شيء تهريب من تحت الطاوله، انه بنزلتهم لتأمين النصاب يطلع شخص منه متداول فيه ابدا، يتفقوا عليه. طيب ما هيدي الديمقراطيه، ينزلوا لكن على شو خايفين؟ هن لانهم خايفين، هن لو في ثقه بينهم وبين حزب الله كانوا بينزلوا بيفرضوا، بس ما في ثقه، ما في ثقه، وخصوصا نحن شفنا انه صار حزب الله عاطي كثير مواقف ومساعد كثير التيار الوطني الحر، ان كان بالتظاهرات، ان كان بالحشد الشعبي، ان كان بالدعم المالي، ان كان دعم المؤسسات، عاطينا بسلفهم كثير مواقف. كمان التيار العوني كمان يعني اكثر من حشد عاشوراء كان في من نساء مسيحيات. مقابله سلفهم عون، فوتهم على عمق المناطق المسيحية، وهذا ما كانوا بيحلموا فيها، ما كانوا بيحلموا فيها. فهون التبادل من مصلحة مين؟ يا أخي نحن ما بدنا نحكي لا مسيحي ولا شيعي ولا سني، بدنا نحكي وطنية، انزلوا تفضلوا يا قوة، إذا ما حدا خايف من حدا، إذا أنت مأمن إنه أنت قوي جدا، نزيل على البرلمان، أمن النصاب، اللي بيطلع يطلع أهلا وسهلا فيه، الكل بيبارك له، بس إنه ضل موقع رئاسة الجمهورية إنه هيك فارغ ما بيصير، كلهم بدهم يتحملوا مسؤوليتهم. اذا اتجهت الامور الى التسويات، اي شخص يعني ممكن يناسب شكل التسويه في لبنان اليوم؟ والله يعني بين مزدوجين عم بيتم التداول باسامي كثيره، وهيدي بورصه، اسامي بتطلع واسامي بتنزل، اسامي سياسيه واسامي عسكريه عم تنزل، واسامي اقتصاديه. انا من فتره المرحله اليوم مين بدل، العسكري الاقتصادي ام السياسي؟ بده يكون شوفي بلبنان بيكون هو بيمارس سياسه وبيمارس اقتصاد وبيمارس عسكري بتلاقيهم بشخص واحد. بلبنان بدك يكون في رجل موجود، بدك بلبنان الطائفه المارونيه لا تخلو من الرجال. نعم الطائفه المارونيه لا تخلو من الرجالات اللي ممكن نحن ما بنعرفها، مش متداولين. الطائفه المارونيه طائفه كثير كبيره وكثير عريقه، وممكن تلاقي فيها من الرجالات والقيادات الكبيره اللي ممكن تؤسس وتكون تؤسس الى زعامات. ممكن يكون في زعامات موجوده وزعامات مش موجوده، يتردد بين الاوساط انه هلا اللي عم بيتم تداول وراء الكواليس هو سليمان فرنجي. سليمان فرنجي يتم بماذا تداول. يختلف عن العماد عون الوزير فرنجي؟ بالعكس موقفه اصلب بعلاقته بالنظام السوري. انا مش انه أنا نعم، ليش عم ينحكى انه اسمه عم ترتفع؟ عم يعني ينحكى لانه هو طلع قرار بالوقت اللي كانوا عم بيحكوا فيه عن الفيدراليات، قال لهم انا ضد الفيدراليه، قال لهم انا مع عروبه لبنان، مش يعني لما يقول انا مع عروبه لبنان هي بتدغدغ حزب الله. حزب الله هو ليس مع عروبة لبنان، حزب الله مع فرسنة لبنان، يصير لبنان فارسي. لما يقول لك أنا ضد الفيدرالية، أنا مع لبنان الواحد، أنا بالسياسة مش معه نهائيا يعني، بس عم بقول لك أنا شو عم بيصير، شو عم بيتم التداول. بيزتوا الاسم، بيشوفوا مدى الاستيعاب، مدى الاستقطاب لإله،
من قبل من قبل بغيره على الأسامي. بالنهاية القرار بيجي قرار دولي، نحن انتخاب رئيس جمهورية في القريب العاجل. نعم. منه مبين، منه مبين، وما عم نحكي نحن انه بدنا نرتبط بالوضع الاقليمي والوضع كذا، لا، نحن بدنا نرتبط بالوضع الحالي، الوضع الداخلي، لانه طالما حزب الله عم بيستقوي علينا وعم بيستعلي علينا وعم بيتكبر علينا، طالما نحن عايشين بالفراغ، يعني لازم ننطر رئيس بنكهه روسيه دكتور عجول؟ هلا بنكهه روسيه، بنكهه امريكيه، ما كله في توافق دولي يعني، بس انا عم بقول لك في توافق روسي امريكي حقيقه بتعتقد بالموضوع السوري، ام هي انبعاث للحرب البارده من جديد؟ اللي بيقول حرب بارده من جديد بيغلط، لانه اصحك تفتكري ما في تبادل ادوار، في تبادل ادوار. نعم. كل واحد عم بيقوم بدوره، كل واحد عم بينفذ مهمه، بالنهايه للاسف الشديد اللي عم يدفع الثمن هن العرب وهن الدول العربيه، وللاسف الشديد اللي عم تدفع الثمن الكبير الكبير هلا بالمنطقه هي سوريا. سوريا الكل خسران فيها، سوريا خسرت كثير مش شوي، وبالنهايه اذا سلبت وحده سوريا ستتاثر، اذا قسمت سوريا بمعنى اخر، اذا قسمت سوريا ستتاثر المنطقه كلها بعمليه انقسام كثير كبير. نحن ندعو الى عمليه يعني انهاء هذا النظام، هذا النظام المجرم. نعم. هذا ونهايته قريبه، يعني واضح انه صار في قرار دولي لما يصير في هذا الاجماع، ويصير عم بيحكوا، بلشوا يحكوا بموضوع مرحله ما بعد الاسد او مرحله انتقاليه، يعني انتهى، يعني الاسد خلص صار من الماضي، صار من نعم الماضي. هنا هلا الخلاف اذا بيكون هو بهالمرحله الانتقاليه ام لا، يعني صار هو يعني حكما هلا الاتفاق صار هو خلص ما بقى له دور بالمستقبل، هلا نعم. بالمرحله الانتقاليه هذه اللي عم يتم تداولها، ويتم بعض الاشارات انه يمكن يقبلوا فيه بمرحله انتقاليه لعدم سقوط الجيش السوري، لعدم كذا كذا، هذه كلها معطيات. في شيء تحت الطاوله بيصير، في شيء تحت الطاوله بيصير. نعم. خلينا نشوف نحن، انا متفائل خيرا انه سيجدوا، يعني خاصه انه السعوديه، المملكه العربيه السعوديه والدول العربيه. نعم. فايته بقوه وبزخم لحل هذه الازمه، وضمن الحفاظ على الكرامه العربيه وعدم السماح للفرس باستغلال هذه المحطات الامنيه والعسكريه والانسانيه للدخول الى مجتمعنا. يعني طالما عم تحكي عن، رح ارجع بعدين للبنان واخباره، طالما عم تحكي عن الدور الروسي بهلا المشهد السوري المستجد، اليوم غسان شربل بجريدة الحياة كتب عن القيصر وقال أنه مفيد أن يكون لك حليف كبير، لكن الدول الكبرى ليست جمعيات خيرية لاستجابتها ثمن لابد من دفعه، وهكذا تقدمت أجندة موسكو على أجندة دمشق. دخل لقاء فيينا بتفاصيل الحل، وهو ما كانت دمشق تفضل إرجاء البحث فيه إلى ما بعد الانتصار على الإرهاب. سأعود هنا تحديدا للقاء اللي جمع الرئيس السوري بالرئيس الروسي في موسكو، كيف شفت هذا اللقاء، ولماذا برأيك بادر الرئيس الروسي للاتصال بقادة السعودية وتركيا وحتى مصر والأردن لوضعهم بأجوائه؟ يعني بأي خانة تضع يعني الاتصالات؟ بخانة اللي الآن تم تداولها، الاستدعاء، بخانة ليس اللقاء، الاستدعاء، الاستدعاء الروسي لبشار الأسد. يعني ليش استدعي لوحده؟ ايه استدعى، ما هيدا يعني هون توقفت الصحف انه ليش بشخصه لحاله بدون مواكبه، بدون الاستدعاء هي نوع من الاخضاع والسماع للاوامر التي يجب ان ينفذها. تعال يا بشار الاسد اقعد، نحن 1 2 3 المرحله القادمه هيك بدك تنفذ، ما في مجال لحتى يقول ما عم بياخذوا رايه، عم نعم. بيعطوه التعليمات، عم بيعطوه الاوامر. والرئيس بوتين اتصل بالقادة العرب وقال لهم، قال لهم نحن ليش لطمأنتهم يعني قال لهم مش لطمأنتهم، بالنهاية هن فايتين، هن عم بيفضل. هلا نحن بوضع بعد عاصفة الحزم نشحوا العرب انه صاروا يقدروا يفرضوا رأيهم، عم نفرض نحن رأينا. بس العاصفة ما انتهت، إلى ماذا انتهت عاصفة الحزم باليمن؟ عاصفة الحزم كسرت مشروع الهلال الفارسي بالمنطقة، هيدي أهم شيء. نعم. المشروع الفارسي اللي كان بده يمتد يقسم المنطقة كلها إلى مناطق طائفية ومذهبية، و يعني يرجعوا الإمبراطورية الفارسية. عاصفة الحزم قدرت تكسر هذه الشوكة ولعتها من جذورها. البعض بيقول إنه عاصفة الحزم استدرجت السعودية للغرق بمستنقع مثل فيتنام، يعني لا لا لا، نحن اللي كان عم بيتابع لو ما فاتوا تأخروا، انتبه السعودية تأخروا لحتى فاتوا، لو تأخروا بعد جمعة أو جمعتين كانوا صار الحوثيين بقلب، يعني شفنا التهيئة العسكرية والجو وشفنا شو كان عم بيصير يعني عم بتواكبها بقلب السعوديه، كيف كانت مظاهر الطائفيه والمذهبيه بمناطق اللي فيها
الشيعة وكذا، ومن ضمنهم اللي كمشهول هلا اعلنوا صادوا عليه على حكم الاعدام الشيخ نمر نمر. نعم. اللي هذا يعني في كان هناك في مخطط فارسي كبير كان قدرت المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي مشكورين. نعم. انه يقدروا يكسروا يقبعوا شوكتهم، ضحوا كثير، وهون يجب ان ننحني امام تضحيات الجيوش العربية اللي ضحت باليمن الخليجي. هل بهال وخصوصا يعني انا بدي اوجه تحية لجيش الامارات العربية المتحدة اللي راح له كثير ضحايا. نعم. شهداء اللي نحن لازم نجلهم ونحترمهم لانه هن ضحوا من اجل الحفاظ على العروبة في المنطقة. هل بهذا الإطار تضع هجوم السيد نصر الله على المملكة العربية السعودية؟ يعني نعم. بعد ما خلص خطابه كان بالعادة الحشود تهدف الموت لإسرائيل، الموت لأمريكا، صار الموت لآل سعود، لآل سعود. هل لهذا السبب، وبرأيك هل ستكون هنالك تداعيات؟ يعني اليوم عون الكعكي يشير إلى أنه بالمملكة العربية السعودية في 500 ألف مواطن لبناني يعملون، وسأل كم عدد اللبنانيين الذين يعملون في إيران. هل في خوف على من يعمل في المملكة العربية السعودية بدون تفرقة بدينه؟ يعني المملكة العربية السعودية حسب متابعتي لها ما بد يعني ما ممكن لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني إذا فلان غلط ولكن بالنهاية في مين بده يتحمل؟ بده يتحمل مسؤولية، يجب أن يمارس ضغط عليه لحسن نصر الله. بمين؟ أنا لما يجي يقول لي أنا الموت لآل سعود وأنا مستقبل لك جماعتك وقاعد أنا عم بستعمله، وفي منهم عمدين عم يدعموا، في منهم بعضهم في شبكات، في منهم عم يدعموا مؤسسات الحزب، يعني ما بيصير ما بيصير. أنت صار عدوك ما بقى عدو إسرائيل، صار عدوه هو السعودية، لأنه السعودية هي اللي أفشلت مشروعهم، هي اللي أفشلت مشروعهم بالمنطقة. وين خطاب حسن نصر الله باللي عم بيصير بالاقصى وبالقدس اليوم؟ وين؟ شو سمعنا فيه؟ ما سمعنا اللي عم بيحكي عن 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 السعوديه، بابا عنده هم الا السعوديه. يا عمي السعوديه شوكه. نعم. بعيونكم، السعوديه والدول العربيه حتكون شوكه بعيونكم بقلوبكم، بالنهايه العرب حينتصروا، مشروعكم فشل، مشروعكم الى زوال، نحن عم نتحداكم، نحن ما بقى عندكم الا الورقه اللبنانيه، والورقه اللبنانيه كمان نحن حنرجع نسترجعها، لانه العرب فاقوا، العرب صحيوا، العرب وضحت بالنسبه لهم مشروعكم، ونحن اليوم امام تحدي كبير. صحيح انتم عم تملكوا سلاح، صحيح انتم عندكم كل شيء منجزات الدوله، ولكن نحن عندنا كرامتنا، نحن عندنا عزمنا، نحن عندنا جرأتنا. علي الامين كتب عن الورقه التي خسرتها ايران، الورقه السوريه، ولكنها لن تربح لبنان كما قال، واشار الى ان بعض الخبراء بالوضع الايراني يعتقدون ان ما حققته ايران عبر حزب الله في لبنان هو اقصى ما يمكن ان تطمح اليه. والمعادلة القائمة التي توفر لحزب الله كل هذا النفوذ السياسي والعسكري هو ما ستسعى إيران لحمايته وتحصينه، وبالتالي حماية المعادلة القائمة ومواجهة من ينقلب عليها. أنه ما فيها تطمح لأكثر من ما هو الوضع عليه اليوم في لبنان، يعني ما في وصول إلى مؤتمر يعملوها جمهورية إسلامية لبنانية. يعني هيدا بالنهايه اكثر ورقه بعد ممكن يلعبوها اكثر من هيك، يعني هو جمهوريه اسلاميه ايرانيه. كيف عم بيقدر العماد عون دكتور عجوز يقنع الشارع المسيحي بصوابيه قرارات حزب الله برايك؟ عبر اي نقطه قدر يدخل لعمق الوجدان المسيحي؟ اولا يعني اذا بدنا نفوت بالطريقه الصحيحه، تم استغلال الحاله الغبن الذي شعر فيها الشارع المسيحي في مرحله ما فينا نحن ننكرها، انه الشارع المسيحي. نعم. عاش مرحله غبن كبيره. ولكن حزب الله قدر يأثر على عون ويدعمه الإعلامي والمالي والمؤسسات أن يوجهوا هذا الغبن. مين سببه؟ سببه أهل السنة، أن اعتبروا أنه الحريرية السياسية هي اللي وصلت المسيحي أنه خسر كل وراءه، مع أنه هيدا غلط. قدر يحشد، قدر يلعب على على الوطيرة المذهبية. ليش ما قدر ليش ما قدروا أهل السنة يفرجوا العكس؟ لأنه هون يعني أنا معك أنه بدك اكثر ما انه حط ايدهم بايد القوات اللبنانيه فرجوا انه لا نحن مع المسيحيين، ولكن في جهه محدده من المسيحيين قدر يفوت فيها حزب الله، استغل لانه استغلالا للعقد اللي عند ميشيل عوني اللي هي رئاسه الجمهوريه، استغلوا وفات فيها، وعندهم قدره اعلاميه، الاعلام سلاح كثير كبير. نعم. بس القوات اللبنانيه هذا ما عندهم الاعلام الموجهه الصحيح. القوات اللبنانية قدرت تحط ايدها بايد العماد عون، مع انه معلوم انه ما بتمشي فيه لرئاسة الجمهورية ولا بأي شكل من الاشكال. عملوا ورقة تفاهم. ايه مش عملوا ورقة يعني تنسيق، ورقة تفاهم
حاول انه للحفاظ لحتى ما يصير بالشارع المسيحي نوع من، كانوا اذكياء فيها، لانه حزب الله كان بده يضرب الشارع المسيحي بقلب بعضه، بده يضرب القوات بالعونيه، كان بده يضربهم هلا ورقه التفاهم شو عملت؟ تشبه ورقه التفاهم خسرت فسرت حزب الله الورقة انه اشعال فتنه بالمناطق المسيحيه. طيب بتعتقد انه هلا ورقه التفاهم تشبه الحوار يلي عم بيصير اليوم بين تيار المستقبل وحزب الله؟ بكره في جلسه جديده، هلا مش معروف اذا الوزير مشنوق رح يحضر، بس في جلسه جديده للحوار مثل تحت هيك عملا بشعار مرغم اخاك لبط. نعم في جلسه للحوار، على شو بعدكم بعده تيار المستقبل مكمل بالحوار مع حزب الله؟ شوفي هلا بالنهايه القوات اللبنانيه وتيار الوطني الحر عملوا اجتماعات وصلوا لورقه تفاهم وخلص. نحن بنتمنى على تيار المستقبل وحزب الله يخيب. طب وصلوا لورقه تفاهم؟ لا بس بعدهم عم بيتشاوروا هلا قانون الانتخاب. امبارح كان في لقاءات بين الرابية ومعرب. لا انت بس هن بورقه التفاهم اعلنوها، اعلنوا رسميا. نعم. هلا شو بيجي مستجدات بيجي بيمشوا فيها مستجد. ولكن اعلنوا ورقه التفاهم. طب تعالوا انتوا قاعدين مع انه ما في هذا حوار طرشاني اللي قاعد عم بيصير، لانه مكره اخاك لبطل فعلا. بدي احيي الوزير مشنوق، انا بدي احيي الوزير انه هذا مشنوق على موقفه. وزير مشنوق دفع كثير اثمان شعبيته نتيجه تقاربه كثير من حزب الله. من حزب الله. تقاربه كثير، حتى اتهم بالخيانه، اتهم شعبيا بالخيانه، انت وين عم تروح؟ وين رايح؟ هو كان قاعد عم بيمهد يا خيي. طب احنا عم نعطيكم بس وصلت مرحله خلص. وبعدين الخطه الامنيه هي ايه بعدين ولوين هي يعني اللي فاضت ايه الكوب برايك عدم تطبيقها؟ مش بس الخطه الامنيه، امور كثيره. انه تعال يا اخي لوين انتم رايحين؟ لوين رايحين؟ خلص اخذتوا البلد واخذتوا الدنيا، اعطيناكم دفع يعني من رسماننا من رصيدنا الشعبي دفعنا، بالنهايه انتم لوين؟ بدكم تحطمونا اكثر؟ لا، حكي بلغه عربيه، حكي بلغه عروبيه كبيره كثير انه هذا المشنوق، وبلغه الوزير انه هذا المشنوق، وبلغه وطنيه بدنا نوجه له تحيه. ما ممكن الا ما نحط ايدنا معه لما يطلع هيك ويصرخ هيدي صرخه وحط النقاط على الحروف، رغم الضغوطات اللي اجت وراها، رغم الضغوطات اللي بلشوا يقولوا له لا انت توجهت لفلان. يعني هو انسان بالنهايه سياسي وبلش فات بالقضايا الامنيه. نعم. يعني وزير داخليه بالنهايه بده يروح بيقول لك انا عم بتشاور، انا نزل ولا ما نزل؟ بالنهايه اعلن موقفه كان كثير صريح وكثير واضح. طيب هلا بكره في جلسه جديده للحوار، شو بتعتقد لازم تيار المستقبل يقول خلالها؟ تيار المستقبل يعني شو بده يقول؟ عنده كثير لازم يقول اشياء كثير، لازم يقولوا سلموا اول شيء حرروا موضوع رئاسه الجمهوريه، حررونا اسرى بعبده، خلونا ننزل ننتخب، يعني اول ملف اللي لازم دائما نحكي نعم. فيه ضمن كل شيء قبل كل شيء اللي هو تسهيل انتخاب رئيس جمهورية. هيدا ايضا الملف الاساسي الاول، مع انه عندنا ملفات كثير مهمه. نعم. ولكن انت اذا انتخبتي رئيس جمهورية باقي الامور تبلش لوحدها. يعني حضرتك منك مع من يقول انه اذا اتفقوا المسيحيين على رئيس بيقدروا يفرضوا اتفاقهم على حلفائهم؟ يعني بالنهايه انه الكره بالدرجه الاولى هي بالملعب الماروني. ان شاء الله يتفقوا، بالعكس ما هي اذا اتفقوا كل تعتقد انه الكره بالملعب الماروني؟ يعني جزء كثير كبير منها ايه نعم، لانه كثير قال يعني كثير قيادات قالت، كثير قيادات من رؤساء الكتل النيابيه اللي هي بتنتخب رئيس جمهوريه قالوا يا عم اذا انتم اتفقتوا على واحد واقترحتوا الكل بده ينتخبوا بيطلع بالاجماع بالنهايه. ماذا لو اتفقوا على العماد عون؟ ينزل ينتخبوا الكل؟ يا عم ينزل 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 بس انا اشك انه يتفقوا، حدا بيجيب واحد حدا بيجيب الدب على كرمه. خلينا ناخذ فاصل، بعده مباشرة نتابع القسم الثالث والأخير من كلام بيروت.